قبل ما نخش في تفاصيل يعني الرياضه لازم نعرف عنكو اول، نبدا بكيمو. انا عايز اسالك اصلا ليه كيمو؟ يعني محمد سعودي وبقى كيمو ازاي؟ انا اسمي الحقيقي محمد سعودي، بس من ساعه ما اتولدت عندي في البلد مشهور بكيمو، يعني كل يعني بيقولوا لي كريم بس مشهور بكيمو على طول. يعني كنت هتتسمى كريم بس سموك لا محمد؟ لا انا سميت محمد بس يعني هم هيطلع عليا كريم. ما فيش مشكله. طيب كيمو، انت الاول انت عندك كام سنه؟ انا عندي 24. 24 سنه، درست اتخرجت من جامعه؟ واخد دبلوم تجاره. كويس جدا، احكي لنا من معلش نرجع لورا شويه، بدايتك كانت ازاي؟ فكره ان انا قررت عايز امارس رياضه، طب اشمعنى هذه الرياضه تحديدا؟ مين اللي كان بيشجعك؟ انا اللي كان بيشجعني الرياضه على طول والدي الله يرحمه، كان هو اللي دافع ان انا كنت بتفرج معاه على طول على ماتشات. انا من وانا عندي 9 سنين كنت ما يعني اتغريت بكره القدم، كنت بتفرج على النادي الاهلي وعجبت بالنادي الاهلي طبعا وحبيته، فمن ساعتها من ساعتها وانا عندي 9 سنين بحب الكوره، عايز اطلع يعني كنت بتمنى ان اطلع لعيب لحد ما ربنا حقق امنيتي يعني بقيت في منتخب القاهره لكسر القامه دلوقتي حاليا. فالحمد لله امنيه حياته حققتها الحمد لله، بس الواحد كان نفسه يعني يبقى حاجه يعني يبقى لعيب كبير يعني في نادي كبير يعني يقدر يعني زي الناس الثانيه نقوم ونلعب فيها، بس الواحد يعني امنيه حياته بس الحمد لله. حلو جدا جدا، وهرجع لك تاني يا كيمو لان اكيد الموضوع ما كانش سهل، واكيد كان في لحظات فيها نوع من الاحباط، واكيد في ناس كانت ممكن تكون مش مؤمنه ان انت ممكن تعمل ده، او كانوا بيحاولوا ان هم يحبطوك زي حال اي حد يعني. هرجع معاك في النقطه دي بس